غياب تلت القوة أو أكثر في نفس اليوم هل يعتبر أجازة عارضة بالنسبة للموظف أم يحول إلى الشؤون القانونية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة لغتي جنتي، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة. إذا كانت دي أول مرة حضرتك تتابع القناة نرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس للكل حتى يصلك كل جديد، ونرجو دعم الفيديو بلايك وشير حتى يصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدات. وإلى حضراتكم التفاصيل، فما هو رأي التنظيم والإدارة بخصوص أنه يحدث كثيرا في المدارس وخاصة في أثناء فترة الصيف غياب عدد كبير من هيئة التدريس ربما يصل إلى الثلث أو أكثر من الثلث؟ فعند مرور أي جهاز من الأجهزة المتابعة التي تأتي من المديريات ويتبين له أن الغياب داخل المدرسة يصل إلى الثلث، وربما عند زميل آخر يجد الغياب وصل إلى نصف عدد القوة، وقد يتكرر ذلك في أكثر من مدرسة وداخل أكثر من إدارة تعليمية على مستوى البلاد. ولهذا السبب تم رفع مذكرة قانونية لهيئة التنظيم والإدارة للرد والنظر في هذا الأمر وكيفية التصرف فيه. وبخصوص هذا الصدد قامت هيئة التنظيم والإدارة بالرد على هذا التساؤل، وأفادت في ردها أنه طبقا للمادة رقم 48 من قانون الخدمة المدنية أنه يحق لأي موظف الحصول على أجازاته العارضة بشرط ألا يكون أكثر من يومين في المرة واحدة، وبهذا يحق لهم أن يحصلوا على أجازة عارضة رغم أنهم ثلث القوة، وفي مدارس أخرى قد يصلوا إلى نصف القوة، بل هناك من تعدى نصف القوة وأجازة التنظيم والإدارة لهم حق الأجازة العارضة. وكما قلنا أن رأي التنظيم والإدارة في هذا الأمر مستند لنص المادة 48 والكتاب الدولي رقم 22 في بنده الثالث، والذي أجاز أن العامل يستحق أجازة عارضة المحددة بالقانون في أي وقت طوال السنة، ومن حقه أن تقبل هذه الأجازة العارضة إذا كانت لا تؤثر على سير العملية التعليمية. فإذا ترتب خلل في أداء اليوم الدراسي وخاصة إذا كانت أيام الدراسة فيستوجب التحقيق معهم. إذن فطبقا لهذه المادة ولهذا النص يجوز لأي مدرس أن يحصل على أجازاته العارضة في أي يوم حتى وإن كان الغياب في المدرسة في نفس اليوم ثلث القوة أو نصف القوة، وذلك بنص القانون. ولا يحق للإدارة أو لفرد المتابعة أن يحوله إلى الشؤون القانونية إلا إذا ترتب على هذا الغياب خلل في اليوم الدراسي، وذلك طبعا أثناء فترة الدراسة. أما أثناء الأجازة فإن غياب معظم المعلمين سواء إذا كان ثلث القوة أو نص القوة لا يؤثر على سير اليوم التعليمي، أو عفوا اليوم العمل وليس اليوم التعليمي، لأن في الأجازة طبعا ما فيش دراسة. وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو. إذا كان لدى حضراتكم أي استفسارات فاتركوها في التعليقات، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ودعم الفيديو بلايك وشير حتى يصل إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدات. دمتم في أمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.